السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة شباب معانا إثبات سحب لموقع لربح عملة الروبل، الموقع من الضغط على الإعلانات، موقع يصلح للمبتدئين يا شباب، وإحنا منزلين كذا موقع بالشكل ده، يعني الناس المبتدئة ممكن تشتغل على المواقع ديت وتحقق منها أرباح كويسة جدا. انا الموقع ده له فترة كبيرة شغال، وانا شغال عليه وبسحب منه ارباح كويسة، وهنعمل اثبات سحب حاليا. دي كلها سحوبات والايداعات في الموقع يا شباب، وده شكل الموقع بدعم محفظة البير والريفكت موني، ودي احصائية الموقع يا شباب. طريقة التسجيل في الموقع هنيجي من هنا زي ما انتم شايفين يا شباب، هنا الاسم والايميل والباسورد، واعمل تسجيل كده بقالك حساب في الموقع للدخول من هنا، الايميل والباسورد ونحل كباتشا ستريو تروس. وبعد كده بنعمل دخول يا شباب زي ما انتم شايفين، انا في حسابي هنا 19 روبل و40 سنت، وهنا ده حساب الإعلانات. الموقع يا شباب فيه كذا طريقة للربح، هنترجم باللغة العربية. أول ما نخش على الموقع خش على الإعدادات الحساب، وبتيجي هنا بتلاقي كود سري بتحطه، الباسورد سري لما بتيجي تسحب بيطلبه منك، وبعد كده العنوان المحفظة بتاعتك لو طلبوا منك بتحفظه، وبعد كده بتعمل سحب عادي يا شباب، بتخش على السحب عادي وترجمه باللغة العربية. هنا تفعيل كلمة مرور الدفع، بتحط كلمة مكونة من 3 أرقام وبتسحب بيها، تمام يا شباب، ودي كلمة السر لو عايز تغيرها. بعد كده بتبدأ الشغل على الموقع. في عندنا مكافأة يومية، أول حاجة نخش عليها ونحصل عليها. اهي يا شباب ندوس على اي اعلان بالشكل ده كده ونقفل الصفحة ونرجع تاني للموقع، نلاقي المكافأة ظهرت معانا اهي زي ما انتوا شايفين، اداني 6 سنت. بعد كده عندنا في هنا ده زي ايه، هنترجم برضو بلد مربع ولا مش مربع، دي نخش عليها ديت يا شباب، شايفين الصندوق الاولاني دوت اللي احنا عندنا واخدين الموقع هدية، وممكن تشتروا صناديق الفضلة ديت. بندوس على هنا بنجمع، هنا بنجمع الأرباح بتاعتنا. هننزل تحت كده بقالنا عندنا 500 اهو، هتساوي 500 بي او اكس، هندوس جمع اهو، تم الجمع، تم البيع بنجاح. بعد كده نبدأ الشغل على الموقع يا شباب من الضغط على الإعلانات، بنيجي ندوس هنا هنلاقي عندنا كمية إعلانات ممتازة جدا هنا في الموقع زي ما انتم شايفين كده، كل دي إعلانات يا شباب. في إعلانات باتنين، واحد روب، 1 سنت و40، 2 سنت و40 و10 و2 سنت و80، وأول إعلان بيبقى بخمسة يا بستة بأربعة، أول إعلان بأربعة زي ما انتم شايفين. بندوس على الإعلان بالشكل ده بيفتح معانا هنا عداد ب30 ثانية وحسب الاعلان وقيمته، يعني كل ما الاعلان يزيد في السعر بيبقى اعلى في الوقت، لما بيكون اقل في السعر بيبقى اقل في الوقت، تمام. هنستنى وقاعدين 20 ثانية، وبعد كده هنعمل اثبات سحب للموقع. هيظهر لنا يا اما نجوم يا اما بتهيألي هيظهر النجوم، هيقول لك ايه عدد النجوم قد ايه، او 1 زائد كذا او كذا كذا يساوي كام، الكلام ده اهو. هنا جاب لنا 3 نجوم اهو يا شباب، هندوس على رقم 3 اهو، كده حصلنا على قيمة الاعلان. هنقفل الصفحة ونرجع للموقع. لو عملنا ريفريش هتلاقي هنا الرصيد عندك هيزيد اهو، بقى 53، تمام يا شباب. بعد كده عندنا هنترجم بالصفحة، هنلاقي عندنا هنا ايه، اضافة اموال لو انت عايز تضيف اموال وتحط اعلان في الموقع او تشتري الصناديق اللي قلنا عليها، وهنا حدث الحساب. هنا لو هتحدث الحساب بتاعك تختار المحفظة اللي انت عايز تحط عليها المبلغ وبتعمل ايداع. هنا بيقولك بيديك 100
من قيمة النقر، بيزود لك قيمة النقرة بتاعتك. تمام. بعد كده هنا في مبادلة الرصيد، ممكن تبدل رصيد السحب رصيد الشراء. بعد كده هنا متجر بوكس مش عارف ايه ده، هنا برضو بتشتري الاعلانات اللي انت عايز القيمة، بيقول لك هنا القيمة قد كده، هنترجم كده، مربع على مستوى واحد يوميا، الدخل الشهري، السعر، السعر 500 قطعة. يعني ممكن لو قدرت توصل ل 500 قطعة من هنا ولا دي النقط، بتشتري او بتحط رصيد، بتشتري وتحدث حسابك، بيبقى سعر النقرة اعلى، متهيألي في كده يوميا 7 فرنك. بعد كده يا شباب عندنا ايه، قلنا تصفح المواقع، مكافأة اليومية، هنا الاحالات، رابط الاحالات بتاعك بتلاقيه هنا، لوحة المعلنين، لو هنا عندك موقع ولوحة المعلنين، اعدادات الشخصية، تسجيل الخروج. يبقى دي كده كل حاجة في الموقع يا شباب. ثواني هكمل دول 20 وهعمل لكم اثبات سحب. 59 هياخد وقت يا شباب قبل ما نوصل. المهم عندي 19 روبل في 59 سنت يا شباب. هنخش على السحب من هنا، السهم الاحمر ده اهو، هنا يحدد يقول لك ايه هتسحب على ايه. طبعا شايفين، هقول لكم دلوقتي سحوبات من الموقع، زي ما انتم شايفين كل دي سحوبات ليا من الموقع. في مرة سحبت فيها 22 روبل، بتدوس كده على المحفظة اللي انت بتشتغل عليها، وهنا بتحط عنوان المحفظة بتاعتك بالشكل دوت، وهنا بتحط المبلغ هتلاقيه محطوط لوحده، وهنا هتحط الكود السري المكون من 3 أرقام. وهنخش على محفظة البريد يا شباب. آخر حاجة عندنا 8 روبل و91 سنت، وهنخش ونعمل إثبات سحب. تمام يا شباب، هيبقى عندنا 19 روبل و59 سنت، هنحط الكود السري ونعمل طلب سحب. اه يا شباب، زي ما انتم شايفين كده السحب تم اهو، ورصيد اهو اتصفر اهو، 19 روبل 59 سنت. هنخش على البير ونعمل ريفريش، السحب مباشر يا شباب اهو، 19 روبل 59 سنت، مفيش اي عمولة. وبكده الموقع صادق يا شباب، وموقع ممتاز جدا، انصحكم بالشغل عليه، هو وكم موقع نزلناهم برضو المجانيين. وبكده يا شباب يكون انتهينا من الشرح. لو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.